نبدأ؟ تمام؟ النهاردة سابع حصة بقى، عايزاكي عايزة أشوف هتعملي إيه، أوكي؟ تمام؟ هتبهريها هتبهري، ده أنت هتبهرينا كلنا بقى. بيقول الستات ما يعرفوش يسوقوا، أدينا هنشوف، أدي المية وأدي الكداب، صح كده؟ أه ده تنمر. الرجالة كلها تعرف تسوق يا دكتورة. واثقة في الكلاينت بتاعك؟ أه طبعًا. واثقة في العميل؟ طبعًا. أكيد؟ هفاجئكم. اكيد هفاجئكم. نقول يلا يلا بقى، بسم الله، يلا بسم الله. زي ما انتم شايفين كده متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. زي ما انتم شايفين كده طبعا احنا بنشوف الرجاله بتسوق على الدائري وفي كل الاماكن، وبنشوف بقى التفاصيل عامله ازاي. بصوا بصوا بصوا، دخلتها حلوه جدا والله العظيم. بصوا الله 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 الله، كيف اتقرتها. وخلاص بقى خلاص بقى، ايه حكايه الدكتوره، ايه حكايه الدكتوره وايه حكايه تفاصيلها، هنعرفها دلوقتي لما نروح لنسمع منهم. الله الله الله. لا وكمان اهو، لا دكتوره لا دي سيطره بقى، لا دي سيطره بقى. احنا نقف هنا كده، برافو. طب بقى دكتوره ايه الحكايه يعني؟ هنثبت بقى شويه، هنثبت بقى شويه. اتفضل هنا، برافو. اتفضل هنا، قولي لي بقى التفاصيل ايه يعني. انا شايف الناس عماله تتنمر على الرجاله وتقول ده الستات ما يعرفوش يسوق. بيحصل وبنسمع، ايه رايك انت وليه سموك الدكتوره؟ عرفيني. احنا بنكسر القاعده دي بقى. احنا هنثبت لهم قد ايه الستات بيعرفوا يسوقوا. ازاي بقى؟ تمام. احنا في سبع حصص بالظبط، سبع ساعات. أيوة. بنتعلم كل حاجه في سبع ساعات بالظبط، مانيوال واوتوماتيك الاثنين. ازاي دي؟ طبعا يعني الاستاذه. يا استاذه، يا استاذه في سبع ساعات؟ نرجع تاني. طب اتفضلي قولي لي بقى علمتيها ازاي؟ ايه الدروس اللي بتاخديها؟ اول حاجه المهم جدا ان المدرب يكون باله طويل، يكون بيعرف يوصل المعلومه حلو جدا، مصاحب طبعا العريق. طبعا لان طبعا لان انا كان جاي لي ناس كتير بيقولوا ان في ناس بتشخط فيهم او بتزعق. مفيش الكلام ده خالص، احنا بيبقى الجو فاني جدا، بنهزر بنضحك. فلما بيكون الجو كده الاستيعاب بيبقى افضل كتير. بناخد مانيوال الاول وبنتمكن عليه، بناخد اربع حتت مانيوال تمام، وبعد كده بنبدا في الاوتوماتيك. فالدنيا بتبقى حلوه جدا، وزي ما حضراتكم شفتوا كده الركنه بنتعلم خمس ركنات. بس واحنا انا بصراحه عايز اتكلم معاكي عن موضوع الركنه ده. انت رجعتي ازاي بالقوه والسرعه دي؟ الحمد لله، دي اسهل حاجه واقل حاجه عندي وعند الدكتوره طبعا، هي الاساس، فهي اللي معلماني. دكتوره؟ طبعا. ايه مميزات الدكتوره؟ لا بص هقول لحضرتك، الدكتوره هي متمكنه جدا، دي اول حاجه. هي هاديه قوي، عندها قدره كده ان هي تطمني بشكل مش طبيعي، لان طبعا اي واحده، انا واحده بنات كنت اول مره اسوق عربيه، فبالنسبه لي الموضوع كان مرعب جدا. وطلعنا وسط البلد ولفينا وسط البلد وعدينا كباري وعدينا حاجات كتير. لا هي ما شاء الله عليها يعني، متمكنه جدا، شاطره جدا، صبوره جدا، طويله بال جدا، ما عندهاش مشكله في الخسائر. ياما كسرنا لها عربيات وهي ما شاء الله يعني. الموضوع كان لطيف. ده كله في سبع ساعات؟ ده كله في سبع ساعات. ودي اخر حاجه، احنا اخر حاجه اتعلمناها الركنات، اتعلمنا خمس ركنات ودي كانت واحده منهم والحمد لله. فبالتوفيق يا رب ان شاء الله. المانوال ولا الاوتوماتيك؟ انا اتعلم. كان في لا بص اهو، لا هما الاثنين حلوين. هو السواقه عموما حلوه. دي حاجه، طب بس اكيد 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 الاوتوماتيك اسهل. ولكن برضه انا اتعلمت في الاول على المانوال. احنا اول حاجه بدانا بيها كان المانوال، ودي اخر حاجه كانت الاوتوماتيك. طيب فكره الدكتوره، فكره اتفضل حضرتك كده، فكره ان يبقى عندك يعني دكتوره في ايه؟ دكتوره في بطنه، دكتوره في لا 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 لا، لا انت دكتوره في السواقه. هما اطلقوا عليا اللقب ده لان انا حرفيا في يومين بنتعلم كل حاجة يعني. ركنات بقى، خمس ركنات كمان يعني، ما فيش أكاديمية بتعلم الخمسة، احنا أول أكاديمية بتعلم خمس ركنات بكل تفاصيلها. تمام. فهم قالوا لي لا انت فعلا دكتورة في مجالك، فاحنا مش هنندهك غير بدكتورة آية. فجه من هنا اللقب. انا حرفيا انا بتحدى اي ست عايزة تتعلم السواقة في يومين بالظبط هضل. طبعا اي ست ده طبعا. في يومين بتهاجم الرجاله، خلي بالك. لا انا مش بهاجم حد، احنا بنقول ان احنا بنعرف الحمد لله نعمل كل حاجه. الستات بتعرف تعمل كل حاجه. يعني السواقه ده بالنسبه لها، انا في يومين هخلي السواقه ده بالنسبه لي، السواقه بالنسبه لك حاجه عاديه. طب جدا. صاحب العميل ازاي؟ طبعا. بتقعدي جنب الزبونه ازاي؟ انا اسف بس الزبونه. ايه؟ لا معلش، بتجيب ايه؟
بتجيب لنا كولا وشيبسي. لا شكلها مش ملتزمه جدا في السواقه صح؟ عذبتك شويه. لا 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 يعني دمها خفيف فايه فعلى طول بطاطا يعني لو غلطت في حاجه مش هتعاقبيها. لا بتجيب لي كولا. لسه جايبه لي كولا وشيبسي النهارده في اخر حصه بقى في احتفال ان دي اخر حصه. طبعا انا زعلانه جدا انا مش هشوفها تاني بس احنا هنبقى اصحاب وهنتقابل على طول يعني. طبعا هعمل نفسي مش شاطره عشان اجي اتعلم سواقه تاني. تاني. اه طبعا. دكتوره ايه الحكايه بتاعت انك انت عندك فكره او مبادره عايزه تعمليها بان كل ست في الصعيد تعرف تسوق؟ طبعا. انا عشان انا كنت محتاجه اتعلم. أيوة. تمام وما كنتش لاقيه اللي يعلمني فلا يعني جوزي ساعدني كتير في الموضوع ده. أيوة. وبعد كده انا بلاقي ستات كتير متعقده من الموضوع ده. طب ليه انا في يومين عشان بيقولوا الرجاله بيقولوا لا 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 مالناش دعوه ما بيعرفوش يسوقوا مالناش دعوه بكلام الرجاله. احنا بنعرف نعمل كل حاجه هتيجي على موضوع السواقه حاجه سهله جدا بتعلم حاجات كتيره جدا فيها ممتعه السواقه ممتعه يعني. وبعد كده السواقه دي والعربيه محتاجاها الست اكتر من الراجل. الست بتعمل مليون مشوار. تمام فاللي هو لا بتودي الاولاد كل حاجه كل حاجه بتوديهم النادي كل حاجه مشاوره خاصه. الست بتاخد حماتها وتوديها يعني المستشفى بتاعها كل حاجه قايمه على على ده. احنا بعد كده بقى في الجديد اللي جاي ان احنا هنتعلم ازاي لو في اي حاجه ميكانيكا في العربيه احنا اللي هنعملها برضو. طبعا. يعني الكورس الجاي ان شاء الله اللي بنحضر له ان احنا في اي حاجه تقف بينا العربيه احنا اللي هنعملها. مش قصه ان انا هقعد تحت العربيه لا خالص. قصه ان هي لو في حاجه في الميه في حاجه في الزيت في حاجه بحيث ما حدش يستغلني كست ان انا واقفه بقى ما مش فاهمه حاجه فيفضل يغالي عليا في تصليح حاجه او اي حاجه. لا لا طبعا. اي ميكانيكي يجي يقول لك ايه اي ميكانيكي يجي يقول لك يقول لك اصل الحكايه كلها مش عارف وشي مش عارف ايه. لا 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 ما بقوش ضارب. طبعا. احنا هنتعلم ازاي نعرف لما نطلع على حاجه في العربيه اللي بيصلحها ده هل فعلا بيغالي ولا هل فعلا تمام. لازم ابقى فاهمه علشان ما حدش يضحك عليا وعشان الرجاله ما يقولوش علينا ان احنا مش بنعرف نسوق ولا بنعرف اي حاجه. لا طبعا. حوار العربيه ده احنا هنعمل فحص كامل للعربيه في الكورس بتاع الميكانيكا ان شاء الله قريب جدا باذن الله. طبعا. طب الفكره نفسها بدات ازاي جوه دماغ الدكتوره؟ يعني هعمل هخلي ستات اسيوط يعرفوا يسوقوا يعني. تمام. فهمينا بقى يعني انا بقى شفت انت هتخليهم يعرفوا يسوقوا؟ انا خليتهم بالفعل في الجمهوريه كلها. لا 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 كلام الرجاله مالناش دعوه. لا انا خليتهم فعلا انا دعوه يعني ده كلام الناس اللي بتقول. لا 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 يعني انا حرفيا انا فعلا انا لما بقول بتحدى هتتعلمي يعني انا كاتبه عندي على البيدج بتاعتي هتتعلمي يعني هتتعلمي. يعني فعلا هتتعلمي يعني هتتعلمي في ظرف يومين هخليك تطلعي بالعربيه في وسط البلد. وكورس الميكانيكا ده هيخليكي قادره جدا تفهمي هل العربيه فيها ايه محتاجه ايه محتاجه كام. كل ده هنعمله. السواقه زي ما قلت مهمه جدا للست والعربيه مهمه جدا لان هي بتقضي بيها مشاوير كتير جدا. فلا فاللي هو لازم تبقي فاهمه. انا قابلت ستات كتير متعقده من الموضوع ده ونفسها. موقف يا دكتوره تعرضت ليه من ست واعوذ بالله. طيب تيجي عملت مثلا ايه مثلا معاكي تقول لك اصل مش عارف بدل ما تعمل حاجه عملتها غلط وانت معلماها 20 مره. مش مشكله عندي خالص. لا لا مش مشكله بالعكس. لا بشجع. اغرب موقف كان ايه؟ اغرب موقف. تمام. دي طرائف وغرائب يا دكتور. لا 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 يعني كنا بنسوق بقول لها في موقف غريب صح؟ في موقف غريب في موقف غريب. لا خالص والله انا بسمع هي بتقول ايه بس. لا 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 خالص بالعكس. اكيد في موقف غريب وانت مش مع ميرو؟ مع ميرو. لا 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 هي شاطره من اول يوم بصراحه. هي شاطره من اول يوم. انا بقى المواقف اللي كانت بتجيني ان كانت في ناس ستات عايزه تتعلم وتيجي تقعد على الدركسيون ايديها بتترعش حرفيا ايديها بتترعش. ليه هو في كهرباء يا ماما؟ طب في ايه؟ لا 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 انا خايفه. لا لا ما تخافيش بفضل وراها الحمد لله. دلوقتي محترفين بينزلوا بيودوا اولادهم وبيروحوا مشاوير بالعربيه والدنيا حلوه جدا. بفكرهم بقى كنتوا خايفين قد ايه ده كانوا بيترعشوا على الدركسيون ايديهم بتترعش. فالحمد لله انا مبسوطه جدا ان انا بقدر اوصل رساله وبقدر اسعد حد. اهم حاجه سعادتهم لان هم بيكونوا طبعا. تعرفي تسوقي؟ طبعا. لا ما احنا شفنا مره وبصراحه ابهرتينا. شفنا مره وابهرتينا نشوفها مره تاني كده نختم بيها. يلا بسم الله. طبعا دي تجربه بسيطه لعينه من السيدات الذين يعني استطاعوا يعني ان هم يقودوا يقودوا سياره في اقل مده. بتكلم على 6 ساعات يا جماعه. رائده في اسيوط هنا دكتوره ايه متواجده مع الله الله الله. هتغلط بقى هتغلط. لا كده كده غلط.